حزب حاكم كتلادا دلكا هيا كلمية أهنا كان كوغول استيلابا دور الشمدح تويو أيا حالة شاعة كغادي إن مركلة أي فقارة كينين مدحوين موسى بيحي قدوم يا عبد الكريم حنف وكادر وين أو كلمية سيدو كاننا كوشيرا قدقة فلين تي حزب كلمية أيا فقارة حالة كشاقي إن مدحوين بيحي مركلة مرشحي هاي وحاك الشكل غير كلمية مشرحة كلمية شكي ديكا كوبا جيري وموسى بيحي هادي مريا اللي قليل كي كشك سنوية كبح كي لا ترتم يا رسول ديار قرو كي كهاريا ترتكونا عليك وطالة لكي دي وموسى بيحي وحا كل ما ساجن محمود حسن سعد بدأ كل ما ضرار مكا عضي تاسي عادة إنه كلا جوجين تلو يوا هي تلو يوا تقار بدنو أنو كل ما نخش لك سنة عدة نقول تويجنا لكن ورد من وقواس أن جوا موسى بيه عبد برع لقدر قوة وجيدة كل مية أو مدوين كيد دمبل جوك لا أركت دونا مرشح مدحوينة أيديس دونان كاسو حق تسوق لقود شهوريري عدة أشرحان موسى بيه مس صاحبك محمد كاهن يا لورد سيدونا مدحتو يدا هذا لكن كسو يري كادرين تكل مية ayaa daaha ka qaaday murashaxa cadii ee kulmiyada doorashada u gali doona taasoo meesha ka saareysa in madaxweyne Muuse Biixi dhiso saaxiibkii Maxamed Kaahin oo dusha ku siday dhismihiisa muddo lagu qiyaasay dhowr iyo konton sano hal xiraalaha madaxweynaha horyaala 7 sano albaabadiisu xidnaayeen ayaa ah in cod bixiyaal iyo shacab ay kale irdhoobeen is arki doonaan madaxweyne Biixi waxa horyaala shacab aan abaal gud helin oo fartooda eeday oo loo laaban doono xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa waxa horyaala su'aalo badan oo aan maaro loo hayn mana jirin wax qabad u shafeeca qaadaya oo laga hirgeliyay deegaan doorashooyinka dalka warka xalay ka soo yeeray kulmiye ayaa meesha ka saari doona isku milankii kulmiye ee murashaxa madaxweyne ee doorashooyinka soo socda